السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، انا بنتي بتشتغل في الزي الشرعي اونلاين، فهي في ناس بتديها فلوس بتشغلها يعني حوالي 100,000، بتدي على 120,000، هل ده ربا؟ تدي على 100 ازاي يعني؟ كيف تدي على 120,000 يعني؟ يعني مثلا هي مثلا لو جه حد قال لها مثلا خدي 100,000 شغليها لي معاكي، فهي بتشتغل ممكن بعد شهر بعد اثنين على حسب ما ربنا يسر لها في السوق والحاجه بتتباع، وبتروح مديها مثلا على 120، فبيقول لها حرام ان انت تحددي النسبه. طبعا طبعا. طب هي ممكن تعمل ايه طيب؟ تعطيهم نسبه من المكسب. انت ليك نسبه من المكسب، نسبه من الربح. هي بتقول لي لما بيبقى مثلا القماش انا جبته مثلا ب 100 وحط معايا زياده، بديله برضه في الزياده لو جت بزياده. يا اختي الكريمه. اتفضل. الله يبارك فيك ويسلمك من السوء والمكروه. الله. تحدد نسبه من الربح، ليس نسبه من اصل راس المال، لان ممكن لا تبيع. ايوه صح. شكرا.